كشف عضو الكنيسة سامي أبو شحادي من القائمة المشتركة عن إصابته بفيروس كورونا، وقد تم إلغاء جلسات لجان الكنيسة وتعليق كافة الأنشطة الأخرى المقررة اليوم. وكان النائب أبو شحادي قد خضع لفحص طبي بعد تشخيص إصابة سائقه بالفيروس، وتبين بأن أبو شحادي شارك في عدة جلسات برلمانية وفي مناسبات مختلفة، من بينها مظاهرات وزيارات لأداء واجب العزاء في القدس وفي كفر ياسيف. وطلب النائب أبو شحادي من كل شخص احتك به في الأسبوعين الأخيرين الدخول للحجر الصحي. من ناحية أخرى، دعا مجلس كفر ياسيف المحلي كل من شارك في جنازة الفنان المرحوم أيمن صفي في كفر ياسيف وتواجد قرب النائب أبو شحادي لمسافة تقل عن مترين بدخول الحجر المنزلي فورا حتى 11 من الشهر الجاري. وينضم إلينا الآن في بث حي ومباشر من يافا من الحجر الصحي عضو الكنيسة سامي أبو شحادي. مساء الخير أخ سامي. مساء الخير أخي شاكر لك ولجميع المشاهدين. عزيزي، طبعا بداية طمنا عن صحتك وكيف تشعر اليوم؟ الحمد لله عزيزي، أنا تمام بخير، يعني أنا ما كان عندي عوارض المرض ولحد هلأ ما عندي، حتى بعد يعني صدور النتيجة الإيجابية بتأمل أن الوضع يضل هيك إن شاء الله، يعني أنا الحمد لله صحتي تمام. طب متى دخلت الحجر الصحي ومتى ينبغي أن تبقى في هذا الحجر إلى أي فترة؟ يعني أنا عزيزي دخلت مباشرة أول امبارح بعد ما صدرت نتيجة صديقي وسائق تبعي، طلعت النتيجة تبعته إنها إيجابية، فحكيت مع الطبيب تبع الكنيسة اللي طلب إنه أنا والطاقم البرلماني ندخل للحجر ونعمل الفحوصات. امبارح عملت الفحص ساعات النهار وبالليل متأخر طلعت النتيجة. طبعا مباشرة مع صدور النتيجة تواصلت أنا مع ضابط الكنيسة ومع الأطباء، وتواصلت كمان مع الجمهور على أساس الناس تكون تعرف. طبعا مهم جدا هنا ما يصير في حالة من الهلع، لأنه يعني في بعض المعطيات المهمة في هذا الموضوع، مهم الناس تعرف أنه ما بيقدر مثلا واحد اللي عنده فيروس الكورونا يمشي ويعدي كل البلد، فيه عدد محدود جدا من الناس اللي ممكن فرد واحد ممكن يعديهم بين 2 لـ5 أشخاص، طبعا بأغلب الحالات هيك الوضع، فما في حاجة للهلع. ولكن بالفترة الأخيرة الصراحة كانت فترة شغل مضغوطة كتير، كمان في الكنيسة وكمان بين أهلنا وبالشارع بكتير محلات، فأنا قابلت يعني جزء كبير جدا من الناس، فحبيت أنه الناس تكون عارفة أنه أنا مرأت الفحص وعندي نتائج إيجابية، والناس اللي كانت معاي على فترة تبعت أكثر من ربع ساعة وكتير قريبة علي أقل من 2 متر، المهم أنها تفحص نفسها. سؤالي، من كان الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل الذين شعرت بأن عليك لزاما أن تخبرهم بنتيجة الفحص؟ كل الناس اللي قراب علي، طبعا زوجتي وأولادي، حكيت مع العيلة أنا كان في عندي كمان كتب كتاب بالعيلة، وكان في عندي زيارة كنت بكفر ياسيف بالجنازة، وكنت كمان بعدين بجنازة عند عائلة محميد بأم الفحم، وكنت بالأجر الشهيد إياد الحلاق في القدس، وكان في عنا عدة مظاهرة، احنا بشكل دائم يعني نشيطين وفي من قبل كتير ناس. طبعا أنا بشكل دائم ملتزم بتعليمات وزارة الصحة، لأنه أنا عندي حساسية، وهي الحساسية أصلا بتغلبني كل السنة من غير علاقة للكورونا، فمنذ أن أعلنوا على موضوع الكورونا وعلاقته بجهاز التنفس أنا كنت حذر جدا بهذا الموضوع، والتزمت بكل تعليمات وزارة الصحة، ومرتين عملت الفحص وكان سلبي الحمد لله، لأنه كنت كل الوقت خايف من هذا الموضوع. أخي سامي عضو الكنيسة سامي أبو شحادي، سؤال، هل التقط العدوى أحد من أفراد عائلتك؟ يعني أنت عندما كنت تخرج إلى الجمهور هل كنت تلتزم بلبس الكمامة؟ طبعا عزيزي، أنا بشكل دائم كنت ألبس الكمامة وكنت ألتزم بكل التعليمات، ما كان في عندي يعني، إلا في للأسف طلع حملة على وسائل التواصل الاجتماعي اللي فيها صور لإلي اللي أنا من غير كمامة، اللي بتطلع بالصور هاي بيشوف إنه بهذا الوقت أنا كنت عم بعمل مقابلة صحفية كمان بمينا يافا وكمان ببرج الساعة، بس اللي بيدخل عندي على صفحة الفيسبوك على صفحة الشخصية
وبيشوف مئات الصور من هاي الفعاليات بيشوف انه 99% من الصور سامي ابو شحاده طبعا لابس الكمامه واضح. ولكن للاسف للاسف في صار نوع من الاعدامات الميدانيه على شبكات التواصل الاجتماعي من غير مسؤوليه ومن غير تفكير. انا حتى بتقديري الاخوه اللي نشروا الصور هاي ما فكروا على ابعادها، ما فكروا ايش ممكن يطلع منها. هلا الحمله اللي موجوده على النائب سامي يعني أبو اخي سامي، هناك من استغل هذه الصور وهناك من انتقد أنك ظهرت في هذه الصور بدون كمامة وخالفت التعليمات، خصوصا أنك رجل مسؤول في الكنيسة وتكون قيادي وتكون مثال يحتذى به للجمهور في كل مكان. أخي شاكر، كمان الحقائق مهمة، يعني أنه في ناس بتخبص بالحكي وبتعمل إعدامات ميدانية على شبكات التواصل الاجتماعي، أوكي تمام في هذا النوع من الناس، ولكن مهم إنه الناس اللي بالفعل حابة تعرف تتحرى الحقيقة تقدر تدخل. أخ سامي، ما هو ردك يعني. ما هو ردك على هؤلاء الأشخاص الذين مثل ما قلت إعدامات ميدانية؟ ماذا ترد عليهم؟ ماذا تقول لهم؟ خصوصا أن انتقادات كثيرة على شبكات التواصل الاجتماعي. شوف عزيزي، أنا بكل حالة من الحالات هاي في عندي تفسير. إذا إحنا بنحكي على الصورة اللي موجودة بمينا يافا، طب ما هو مبين بنفس الصورة يا شاكر إنه أنا واقف قبال التلفزيون وعم بعمل مقابلة والكمامة موجودة، بس مش موجودة على أنا مش يعني عم بعمل المقابلة. مثلا في كفر ياسيف أنا كنت كل الوقت مع الكمامة، ولكن كان في هناك يعني وضع مؤثر جدا لما صارت تحكي الوالدة تبعت أيمن صفية، فأنا تأثرت جدا زي أغلب الناس اللي موجودة هناك وصرت أبكي شوي وعندي الكمامة، بس الصور اللي قبل واللي بعد بتورجي أنه أنا كنت واقف مع الكمامة. ونفس الشيء ببرج الساعة بتشوفني قبال الصحافة كنت عمالي أعمل مقابلة، بقيت المظاهرة قبل وبعد المقابلة أنا كنت حاطت الكمامة. لا مؤسف عزيزي، مؤسف، هذا الموضوع ما له علاقة بالحقيقة. مؤسف كمان انه الناس بهاي السهولة بتردد الاشاعات، بتردد شغلات اللي موجودة على وسائل التواصل، مع انه كان في مجال لفحصها بشكل بسيط جدا، لانه الناس صارت متعودة علي. الناس اللي بتتابعني على صفحتي تعرف انه النائب سامي ابو شحادة بيشتغل مع الجمهور بشفافية كاملة، وانا اعلن كل الوقت على صفحتي على الفيسبوك، لانه احنا كان مغلبنا كتير يا شاكر. عضو الكنيسة سامي أبو شحادة، أنا أريد أن أسأل بالنسبة للكنيسة اليوم، أغلقت الكنيسة وعلقت الجلسات جميعها بسبب هذا الوضع، كيف ماذا تطمئن الجمهور في الكنيسة والجمهور بشكل عام؟ أولا أنا اتضح لي اليوم أنه الحمد لله تقريبا كل الزملاء في القائمة المشتركة صاروا عاملين الفحص وطلع نتيجة سلبية، فالحمد لله النتائج جيدة. ولكن أنا استغربت جدا من تصرف الكنيسة من هذا الموضوع. من الأعضاء، من الأعضاء الكنيسة العرب من القائمة المشتركة، مع مين كنت يعني في زيارتك لكفر ياسيف وزيارتك لبرج الساعة وهكذا؟ أنا شفتهم كليتهم، إحنا بعلاقة طيبة كل الوقت مع بعض، وكان لنا جلسة كتلة. أنا شفت إنه طلعت النتيجة تبعت عايدة توما وإيمان خطيب وأحمد طيبي وأسامة السعدي وصندوق صالح وهبة يزبك، وكليتهم النتيجة سلبية، يعني كل اللي عملوا فحص والنتيجة اللي طلعت نتيجة الحمد لله سلبية. ولكن أنا اللي مفاجئني من كل الموضوع يا شاكر إنه الكنيسة عم تتعامل مع الموضوع وكأنه هذا أول مصاب بالكورونا اللي كان بالكنيسة. أنت بتعرف من ناحية الأرقام أعلى محل كان فيه كورونا في البلاد هو الكنيسة نسبيا لعدد الموظفين وعدد الناس اللي بتيجي على الكنيسة، الوزراء، رئيس الحكومة عدة مرات، موظفين مهمين في مكتب مدير عام الكنيسة، موظفين آخرين في الكتل البرلمانية. وكأنه هلا كان في إشي اللي هو بالفعل غريب، يعني أنا ما قدرت أفهمه وإيش من وراء سياسيا لهذا الموضوع، وكأنه هاي أول مرة في كورونا بالكنيسة، مع أنه أكثر محل كان فيه كورونا هو الكنيسة. النائب سامي أبو شحادة، نرجو لك دائما الصحة والسلامة وأن تعود شاكر بكامل. أنا بدي أشكرك وبدي أستغل المنصة بس أني أدعو أهلنا أنه يا جماعة أهلنا في كل محل، أنا بترجاكم إحنا بدنا نذوت ونفهم أنه الكورونا موجودة، هذا مش موضوع اللي صار ورانا وإحنا بعدنا ما تخلصنا من هذا الوباء،
وهذا الوباء بنشر بسرعة وهو وباء معدي وخطير. أنا بترجى جميع الأهل أنه يرجعوا يلتزموا بتعليمات وزارة الصحة، نحترم هاي التعليمات، نأخذ هذا الموضوع على محمل الجد. أنا بالأسبوعين الأخيرين عم بشوف وكأنه مجتمعنا أعلن عن انتهاء الكورونا، للأسف إحنا مش موجودين هنا، الوباء بعده موجود بيناتنا، ومهم جدا الحذر ومهم جدا سماع تعليمات وزارة الصحة. شكرا، بارك الله بك، شكرا على هذا التوجه إلى الجمهور في كل مكان، وندعو لك الصحة والسلامة إن شاء الله. شكرا، والعودة سالما إلى عملك البرلماني. شكرا لك. إن شاء الله.